ما حكم النكاح؟ والجواب أن حكم النكاح فيه تفصيل، فحكم النكاح واجب في حق الرجل الذي يخاف على نفسه الزنا وهو قادر على مؤونة النكاح. الرجل إذا كان يخاف على نفسه الزنا وهو قادر على مؤونة النكاح فإنه يجب عليه أن يتزوج، لأن حفظ الفرج واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. حفظ الفرج واجب، فرض عين. وفي هذه الحالة لا يتم للرجل أن يحفظ فرجه إلا بالنكاح، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكذلك المرأة التي تخاف على نفسها الزنا وتقدم لها من يصلح للنكاح فإنه يجب عليها أن تتزوج. ليس الوجوب خاصا بالرجل، بل المرأة التي تخاف على نفسها الزنا وقد تهيأ لها الزنا ووجدت أسبابه وتقدم لها رجل صالح للنكاح فإنه يجب عليها أن تتزوج.